لما نتكلم عن حاجة بتاعتي أنا بنستخدم my. طب أنا عايزة أقول اسمي، يبقى اسمي my name. my name يعني اسمي أنا. my name is ملك. طب لما ملك بتتكلم عن نفسها، فلما تيجي تتكلم عن نفسها عشان استخدمت my هي اللي بتتكلم، هنقول I am. I am or I'm 6. يبقى ملك اتكلمت عن نفسها استخدمت my. my ملكي انا، اسمي انا. وجات لما هي اتكلمت عن نفسها استخدمت I am. I انا. طيب لو فارس، احنا هنتكلم عن فارس. فارس ده ولد، هنقول عليه اسمه. طب اسمه يعني ايه؟ his name. اسمه his name. his name is فارس. His name is فارس. His name is فارس. طيب عايزين نتكلم عن عمره. طيب احنا هو ولد، عشان كده استخدمنا his. ملكه اسمه هو، يبقى هنقول he's 8. فارس he's 8. طب ليه استخدمنا he؟ لان احنا بنتكلم عنه هو. هو ملكه، اسمه his name. طيب لو احنا نتكلم بقى عن بنت اسمها ليلى، هنقول ايه؟ her name. her name اسمها. her name is ليلى. she's 5. ليه احنا استخدمنا she's؟ لان احنا بنتكلم عن بنوتة، نستخدم لها هير. طب ايه الفرق بين his و he و her و she؟ دول اسمهم subject pronouns. يعني ايه subject pronouns يا سمير؟ يعني ضمائر الفاعل. هتكلم عن نفسي هقول I، هتكلم عنه هو هقول he، هو he، هتكلم عنها هي هي she. طيب مين بقى اللي احنا عايزين نتعلمهم النهاردة؟ possessive adjective او صفات الملكية. طب يعني ايه صفات الملكية؟ هي كلمة بنستخدمها علشان نقول الحاجة دي بتاعت مين. طيب ال possessive adjectives دول مين هما؟ لو الحاجة بتاعتي اقول ايه؟ لو الحاجة بتاعتي my. طب لو الحاجة دي بتاعته هو his. هو هي ملكه his. لو الحاجة دي بتاعتها هي hair. hair. أنا I ملكي my. هو هي ملكه his. هي she ملكها hair. طيب لازم يا سمير نخلي بالنا من حاجة في صفات الملكية في ال possessive adjectives. ايه بقى نخلي بالنا منها؟ ان لازم my و his و her plus، يعني بنضيف جنبيهم noun، لازم نحط جنبيهم اسم. هما بيجوا قبل الناون، قبل الاسم. طب يعني ايه اسم؟ يعني حاجة نقدر نمسكها، زي قلمي، زي كتابي، زي قطتي، زي قطته هو، اي اسم. يبقى صفات الملكية زي الكار، صفات الملكية بيجوا قبل الاسم. طب يعني برضو نيم يعني اسم. ماي نيم يبقى اسمي انا. ماي نيم از ملك. طب هيز نيم اسمه هو. طب her name اسمها هي. يبقى my و his و her من ال possessive adjectives، او بنقول عليهم ايه؟ صفات الملكية. بنقول عليهم ايه؟ صفات الملكية. وصفات الملكية لازم يكون جنبها noun، لازم يكون جنبها اسم. ما ينفعش نقول look كده look اهي. ما ينفعش نقول my is. ينفع نقول my is؟ ينفع نقول my is؟ no، لان my لازم يجي جنبها هنا مش verb، noun. اقول my name اسمي، اقول my بن قلمي، اقول my car عربيتي. يبقى my لازم يجي جنبها noun، ما ينفعش يجي جنبها verb، لازم يجي جنبها ايه؟ noun. ما ينفعش يجي جنبها verb. طيب يلا نشوف exercise كده. عندنا هنا في الـ choose، يعني نختار my و his
و هير. اوكي اوكي طيب نمبر 1 سبيس سبيس يعني مكان فاضي نيم از الي فول ستوب هيز 10 يلا هنستخدم مين هنا ماي ولا هيز ولا هير ماي طيب بصي كده انا مش هينفع اختار ماي ليه مش هينفع اختار ماي لان انا هنا لقيت هي لقيت هنا مين هي يبقى هو احنا بنتكلم عنه طب لما نتكلم عنه هو ينفع نقول اسمي ولا نقول اسمه اسمه يبقى نستخدم مين بتاعة الولاد بتاعة البويز his طب يلا شوف number 2 space name is Sarah full stop I am 6 هنستخدم مين يا سمير my his or her her طب نركز تاني بص هنا هو هي اتكلمت قالت ايه قالت اي طب لما هي قالت اي مش هينفع نستخدم هير اه هي بنت بس بتتكلم عن نفسها ماي يبقى نستخدم مين ماي ماي ليه ماي عشان انا اي لقيت اي بتكلم عن نفسي اوكي شوف نمبر 3 سبيس از دينا شيز 9 يلا هنا هنحط my her or she her or his her her لان انا عندي مين هنا لقيت مين هنا لقيت مين هنا she she يبقى نستخدم مين her عرفناهم منين من قدامنا ده لقينا هي يبقى بنتكلم عنه هو لقينا اي يبقى بنتكلم عن نفسي لقينا شي يبقى بنتكلم عنها هي طيب تعال نشوف هنا space name is عمر بصي كده اللي تشوز بتاعتك اي ولا هي ولا ماي ينفع نحط اي اي نيم از هينفع نقول هي نيم از هي بنحط جنبها فيرب كلمه نيم دي فيرب فعل ولا نيم دي اسم ماي لان احنا اتفقنا ان ماي وهيز وهير لازم يجي جنبهم اسم لكن اي وهي وشي بيجي جنبيهم فيرب لان كده هنا هي هي اللي بنحط جنبها از لكن ماي ما ينفعش نحط جنبها از يبقى انا هنا لو انا عندي نيم يبقى احط ماي نيم از عمر اوكي طيب نمبر الاخيره يا الاخيره حبيبي لو انا عندي his name his name is علي his name is علي space is 9 هنا بقى هنختار he ولا she ولا I his name is علي هي ليه اخترت هي لان بالاول جت هيز لان في الاول جت هيز برافو عليك يا روحي